تابع محاكمة صبري نخنوخ ورد فعله بعد إدلاء القيادي الإخواني محمد البلتاكي بشهادته. مورد بلطجية على مستوى القدس. مفاجآت جديدة ترصدها لكم ريهام سعيد في برنامج صبايا الخير، ولقاء حصري مع نخنوخ. طلع من البلاد بطريقه مش معروفه. مصبوري معايا وعليه الاختام بتاع كل دخول وخروج البلد. بيحصل فيك كده ليه يا صبري؟ هي تصفيه حسابات ومجاملات. اسرار جديده بعد بدء محاكمته وسماع الشهود. اللقاء الذي تم وعرضته السيده ريهام سعيد كان حتما بعد القبض على المتهم. ريهام سعيد صبايا الخير في الأوقات التالية على تلفزيون النهار.